إذن حول ملتقى الحوار السياسي لصناع السلام ينضم إلينا السيد سيفاو تيواو رئيس اتحاد تومست من العاصمة التونسية تونس. سيد سيفاو مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك معنا وشكرا لقبولك دعوتنا عبر شاشة المسار. تحية طيبة ليكم مازل في النوى. حياك الله. في الحقيقة مثل هكذا ملتقيات ونحن الآن نتحدث عن ملتقى حوار سياسي لصناع السلام، العنوان ما هو وجه الاختلاف في هذا العنوان حوار سياسي لصناع السلام؟ هل هذا يعني أن الحوارات السابقة لم تكن تسعى للسلام؟ وبعدين حنتكلم حتى على الملتقى في حد ذاته، ما هي أبرز النقاط اللي تم ذكرها وتم تداولها؟ طبعا بالنسبة لتسمية فريق صناع السلام هي تسمية ترتبط بالفريق القائم على هذا العمل. الفريق هو يشتغل من سنة تقريبا 2015، اشتغل في عدة مسارات الدستورية الاجتماعية، مسار الشباب والمرأة، مسار السياسي. فهو زي ما قلت التسمية ترتبط بالفريق في حد ذاته اللي يشتغل. بالنسبة لملتقى الحوار، طبعا هو ما هوش الملتقى الاول، هو هذا الملتقى الثاني يعرف بالحوار السياسي وتحت عنوان الحوار السياسي باشراف فريق صناع السلام ودعم الجامعه الاوروبيه. هو الحوار يتناول كل ما هو مطروح في الشان الليبي وفي الساحه الليبيه من خطوات ومحاوله ربطها ببعض والخروج بفكره شامله او بمقترح شامل. طيب أبرز ما تم طرحه في هذا الملتقى، ملتقى الحوار السياسي لصناع السلام، كيف كانت الأجندة وأيضا حتى المشاركة؟ طبعا بالنسبة للمشاركة الحقيقة كانت على مستوى عالي وممتاز. نعم. من جزء كبير من الدوائر والأطراف الليبية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الحقوقي والأكاديمي، فكانت مشاركة واسعة. بالنسبة للمواضيع زي ما قلت، هو يتناول عدة مواضيع، منها العملية الانتخابية، كيفية المضي في إنجازها، كيفية إيجاد أفكار وصيغ لحلحلة بعض المعوقات في إطار العملية الانتخابية، إلى جانب مناقشة المسار الدستوري، كيفية إنجاحها، كيفية إنجاز الدستور الدائم، وما هي الخيارات البديلة لأي مرحلة انتقالية وتمهيدية إذا ما صارش دستور دائم. أيضا زي ما ذكرت حاولنا نتناقش المواضيع أو البرامج والمشاريع المطروحة أمامنا، إحنا أمامنا خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل اللي صادر عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والمصادق عليها من قبل مجلس الأمن. أمامنا أيضا مؤخرا تعديل 12 للإعلان الدستوري واللي أقدم عليه مجلس النواب بالتشاور أو بالاتفاق مع مجلس الدولة. أمامنا أيضا برامج سابقة تم العمل عليها، منها مقترح العقد الاجتماعي اللي اشتغل عليه فريق صناع السلام في سلسلة لقاءات، فاحنا نحاولوا من خلال هالباقة المشاريع كيف تكون لهالملتقى او كيف يطلع الملتقى برؤية تشمل كل هالبرامج في قالب واحد. نعم. وتتوجه من خلالها توصيات لكل الاطراف المعنية والمؤسسات المعنية. نعم، اثناء حديثك اشرت الى العقد الاجتماعي، طالما حقيقة نسعى دائما لان يكون الاجتماع الوضع الاجتماعي في ليبيا في أعلى مستوياته، وهذا اللي دائما حقيقة نشوف فيه، إلى أي مدى مهم أن يوجد ضمن باكورة أعمالكم العقد الاجتماعي وما الهدف منه؟ طبعا احنا اشتغلنا في من خلال سلسلة اللقاءات على تأسيس فكرة العقد الاجتماعي وعلى صياغته كمبادرة. احنا نرى ونقتنع بأنها هي مهمة جدا في المرحلة التأسيسية للدولة الليبية، باعتبار أن احنا نفتقد لأساسات البناء. نعم. حتى ما قبل الدستور، يعني احنا شفنا أن في الخطوات الأولى للمسار الدستوري ما عادش قدرنا نستمر، وقفنا في نقطة معينة. هذا لفقداننا احنا لأساسات عامة أو لمبادئ حاكمة نحتكم لها جميعا كقوى سياسية وقوى حقوقية وأكاديمية واجتماعية. فاحنا مقتنعين بأن يجب يكون عندنا وثيقة نحتكم لها في كل مراحل بناء الدولة الليبية، وممكن الوثيقة هذه تكون هي العقد الاجتماعي اللي اشتغلنا عليه من خلال سلسلة اجتماعات زي ما ذكرت بإشراف فريق صناع السلام. نعم، لاحظنا وجود
عدد بصراحة خلينا نقول عدد ممتاز من الحاضرين، وتنوعت توجهات الحاضرين من مترشحين للرئاسة لداعمي للنظام السابق لفبراير لنشطاء وأيضا يعني قياديين. هذا التنوع إلى أي مدى مهم جدا في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، وهو استيعابنا لبعضنا مهم جدا حقيقة، لأن الصورة عجبتني بأمانة. أكيد فعلا مهم جدا زي ما ذكرت حضرتك، احنا محتاجين دائما وفي كل خطوة وفي كل مرحلة إلى تقريب وجهات النظر ومحاولة بلورة كافة أفكارنا في قالب واحد وفي رؤية شاملة. احنا نلاحظ دائما من خلال اللقاءات هذه أن دائما نلقوا في أنفسنا نتقارب أكثر في كل لقاء، يعني في فترات سابقة وفي بدايات اللقاءات كنا كل واحد منا وكل مجموعة منا تحمل وجهة نظر غير قابلة لاستيعاب وجهة نظر أخرى. صحيح. ولكن اليوم اندمجت أفكارنا، بل بالعكس احنا مشينا أكثر من هيك، خشينا حتى في تفاصيل الرؤى وأدق التفاصيل نتناقش فيها بكل أريحية ونلقوا في توافق كبير. فالحواريات هذه الحقيقة تقرب في وجهات النظر، بعض من نتائجها ما ينعكسش على المدى القريب أكيد، ولكن ينعكس بشكل مهم على المدى البعيد يعني. كويس. المرأة ما كانتش حاضرة بشكل كبير، ما السبب؟ يعني نتصور أن لا يتجاوز 10% أو 7% من حضور المرأة في هذا الملتقى، ما السبب؟ ولا الموضوع مستهدف لنخبة معينة وهذه النخبة فيها نسبة المرأة قليلة؟ ممكن الاثنين الحقيقة. أعتقد أن استهداف بعض الدوائر زي مثلا المترشحين للرئاسة على سبيل المثال، الكل يعرف أن عدد المترشحين عدد كبير فيهم اثنين بس نساء، فهذا حيكون كده ضمن باقة المترشحين للرئاسة حيكونوا عدد شوية. أيضا مثلا ملتقى الحوار السياسي الليبي نفس الشيء، أعتقد عدد الرجال فيها أكثر خاصة لممثلي مجلس النواب والدولة لو ما كنتش غالط. نعم. ففعلا ملاحظتك في محلها، أعتقد أن الحضور النسائي كان ضعيف في الملتقى هذا، بس الحقيقة أنا نحييهم اللي حضروا معنا من مشاركاتهم، كانوا فعالات حقيقة، فتحية لهم يعني. نعم. طيب ملتقى الحوار السياسي لصناع السلام، سبقه قمتم بملتقى أطراف العملية الانتخابية في ليبيا. هذا الملتقى يعني الحقيقة أنا أتحدث عن نفسي، ما عنديش عليه أي معلومة ولم يسبق أني سمعت به، وقد يكون خطأ مني وقد يكون عدم وجود يعني دعم إعلامي لهذا الملتقى واللي خلاه ما نعرفش عليه شيء. أول شيء حدثنا عليه بإيجاز، وما الرابط بينهما، بين ملتقى الحوار السياسي لصناع السلام وبين ملتقى أطراف العملية الانتخابية في ليبيا؟ فعلا احنا اقمنا ملتقى الاسبوع الماضي يوم 6 فبراير تحديدا. نعم. سمينا الملتقى بملتقى اطراف العمليه الانتخابيه، كان في قاعة فندق كورنتيا في العاصمه طرابلس. الملتقى كان يستهدف 200 مترشح للانتخابات البرلمانيه على مستوى ليبيا او على مستوى 13 دائره رئيسيه باعداد شبه متساويه، إلى جانب مجموعة وعدد من مترشحين للرئاسة، إلى جانب عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبحضور مفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة واعتذار مجلس على القضاء عن الحضور. طبعا الملتقى كان يهدف إلى الدفع نحو إنجاح العملية الانتخابية، خاصة في جزئية تحديد موعد آخر وقريب للعملية الانتخابية، وأيضا حلحلة أو إيجاد صيغ لحلحلة الانسداد اللي حاصل بسبب التشريعات أو ضعف التشريعات الانتخابية. فالملتقى طبعا كانت خلاصته تتمثل في مذكرة توصيات، المذكرة هذه تم توجيهها لثلاث جهات هم ملتقى الحوار السياسي الليبي والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة. المذكرة ضمنت عدة نقاط، حوالي 6 نقاط، من أهمها هي تحديد موعد قريب للعملية الانتخابية، إلى جانب نقطة أخرى تتكلم على أهمية صدور قوائم مترشحين من قبل المفوضية، إلى جانب المطالبة بفك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتعامل معها كل على حدة على أساس أنها هي تمشي بشكل متوازي منفصل
وليس بالتزامن. يعني هذه اكثر ابرز النقاط اللي كانت ضمنتها المذكره التوصيات، نعم واحنا ما زلنا كفريق الملتقى حنقوم بمتابعه المذكره هذه مع الجهات اللي ذكرتها، حتى وان كان صارت مستجدات يعني في الساحه الليبيه بعد تعديل 12 اللي داروه مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدوله، ولكن احنا دائما نحط كل الاحتمالات وكل الخيارات امامنا، ويجب ندفع بها يعني بشكل متوازي في نفس الوقت. يعني نعم، اتحاد تومست، ما هو هذا الاتحاد وتسمية تومست في حد ذاتها؟ لماذا تم اختيار هذا الاسم اللي هو حضرتك رئيسه؟ طبعا اتحاد توماست هو اتحاد يضم مجموعة منظمات مجتمع مدني. في وقت ما أنشئ الاتحاد كانت في بدايته في 39 تقريبا منظمة مجتمع مدني، وبعدها زاد العدد وصل لحوالي 46 منظمة. المنظمات على مستوى ليبيا متنوعة من مناطق متعددة. تسمية توماست هي تسمية أمازيغية تعني الأمة أو الجامعة. نعم، هوية يعني. لا لا لا، توماست مصطلح يعني لما الترجمة العربية يعني مصطلح الجامعة أو العاصمة نعم الأمة، يعني هو الوسط الجامعي يعني. فالاتحاد طبعا فيه مجموعة منظمات مختلفة في تخصصاتها وميولاتها، في منها منظمات ثقافية، في منها منظمات طبعا بشؤون المرأة والطفل، في منها منظمات إنسانية، في منظمات حقوقية. فهو في باقة من المنظمات تشتركها المنظمات هذه في بعض الاستحقاقات الطبيعية وبعض الاستحقاقات الإنسانية العامة يعني، وهذا ما نشتغل عليه كاتحاد أكثر شيء يعني. طيب أستاذ سيفاو، في الحقيقة خلينا ناخذ جانب موضوع المنظمات، وهذه فرصة وجودك اليوم. طالما كان هناك نقد كبير من المواطن الليبي على موضوع كثرة المنظمات من 2011 لهذه اللحظة، دائما ما نستمع أن المنظمة الفلانية رئيسة منظمة فلانية، كثرت علينا الأسماء وتهنا بينهما. فهل منظمة توماست لها ما لها وعليها ما عليها، وإلا لا، نحن نشتغل وفق نظام محلي وإقليمي ودولي ووفق اشتراطات دولية؟ طبعا بالنسبة لاتحاد توماس هو اتحاد وطني أو محلي. نعم، بالنسبة للاتحاد أكيد عندنا جانب من العيوب زينا زي أي منظمة ناشئة أو أي إطار ناشئ. احنا الحقيقة تجربة الأطر المنظمة في ليبيا أو الأطر المدنية المنظمة هي تجربة حديثة الحقيقة، ما لهاش فترة طويلة يعني، ابتدت بشكل واضح في سنة 2013 نهاية 2012، فعمرها لا يتجاوز 8 أو 9 سنوات، وبالتالي شيء طبيعي حيكون في أخطاء، حيكون في عيوب في طريقة عملها، في حتى نظرة القائمين عليها للعمل المدني المنظم والمؤطر. لكن احنا في اعتقادنا وفي ايماننا ان في هالتسع سنوات في تطور في العمل المدني في ليبيا. كل يوم نشوفه في تمرس، ويعني ان المنظمات تزيد تتمكن اكثر من طريقة العمل المنظم وبطريقة حرفية. فشيء طبيعي زي ما قلت حتكون لدينا اخطاء، ويجب نستفيد من التجارب، وحنا نحاول حتى بقدر الامكان نستفيد من تجارب الدول المتقدمه في عمليه العمل المنظم. نعم، بشكل او باخر احنا شاركنا حتى في عده منتديات يعني في اطار دولي، على اساس ان كيف نتمكن من الاستفاده من العمل المنظم في العالم يعني. طيب هذا اللقاء كان في تونس، وأيضا طالما كان المواطن الليبي ديما يقول إنه ليش في ليبيا ما يصيرش لقاءات حوارات سياسية في تونس، اجتماعات بين الدولة والنواب في تونس، اختيار القائمة اللي كانت لحكومة السيد بيبة اللي هي انتهت مدتها، واللي تم يعني الحكومة السابقة في تونس، لماذا أيضا هذا اللقاء لم يكن في ليبيا وعندنا العديد من المدن الليبية اللي عندها إلى حد ما بنية تحتية كويسة ووضعها الأمني أيضا ممتاز جدا؟ الحقيقة هي في عدة عوامل هي اللي تخلي هذا تصير في تونس. من واحدة من عوامل هي الشريك الداعم للبرنامج
يعني قد يكون شريك ماليش ما عندهاش وجود بشكل دائم او من خلال مكتب مثلا في ليبيا زي الاتحاد الاوروبي او الجامعه الاوروبيه، الى جانب حضور بعض السفراء اللي هم نفس الشيء يصعب عليهم عمليه يعني الدخول والخروج بشكل مريح لليبيا، الى جانب ايضا بعض الشخصيات الليبيه. الحقيقه احنا نكون صريحين، الكل يعرف ان في صعوبه في تنقل الشخصيات بين المناطق الليبيه. يعني احنا نعرف ان على سبيل المثال تو نجوا ناخذوا لقاء في طرابلس، حيكون في بعض الشخصيات مش حيقدروا يحضروا، حتى مرات هو كانت عنده هواجس سابقه. ايضا لما ناخذوا لقاء في بنغازي ولا ناخذوا حتى في جبل ولا في اي مكان، دائما في شخصيات حيكون عندها تخوف من حضور اللقاء، تخوف من ان هي يعني تم تتعرض استهدافها لأي او أذى لا قدر الله. ايوه بالضبط. نعم. فدائما الوضع الامني يعتبر واحد من العوامل اللي يخلي في اللقاءات تصير برا ليبيا، اجانب زي ما قلت يعني الشركاء والضيوف اللي حيكونوا مشاركين او حاضرين في بعض من جلسات اللقاء او بعض من اجزائه، ايضا ممكن البعض منهم يفضل ان يكون خارج ليبيا في هالفتره هذه. يعني نعم. السيد سيفاوتي هو رئيس اتحاد توماست، كنت معنا عبر زوم من العاصمة التونسية تونس. أشكر حضرتك جزيل الشكر، وتمنياتي لكم بالتوفيق والسداد والنجاح، وأيضا الشكر موصول لزملائك في هذا اللقاء وهو ملتقى الحوار السياسي وصناع السلام. شكرا لحضرتك.